عامل ازاي؟ انتوا شميتوها يعني؟ احكي لنا ازاي، احكي لنا اللي حصل ايه اصلا. جوه مزرعه الحظيره بتاع النواشي اللي موجوده في البيت. هي بره البيت، هي دي اللي كشفت الماسور. تمام. انتوا قلتوا كان في دخنه جامده طالعه. طلعنا رحنا يا ابني في عندك دخنه جامده، في ايه عندك؟ قال لك ده شويه زباله مولع. الريحه كانت عامله ازاي؟ ريحه وحشه، ريحه حاجه بني ادم من الطين، حاجه بتسيح، ريحه شعر، حاجات زي كده. هما كانوا متغيبين اصلا بقالهم قد ايه؟ يعني انا عن نفسي ما شفتهمش من العيد. من العيد كل واحد في بيته، ما حدش مخلوق بحاله. ايه السبب الدافع ان هو يعمل جريمه شنعاء يرتكبها ضد والدته وضد اثنين من اشقائه؟ يعني اخته دكتوره، اخوه، ربنا اللي يعرف حاجه عنه. يعني قعد 3 ايام مولع فيه بينهم، ما حدش يعرف بينهم ايه. كلميني عنه هو، يعني تصرفاته، هل هو متزن؟ كان ماشي عادي خالص، ويعدي عليك لو عدى في الثانيه 3 مرات سلام عليكم. ما كانش يعني قعد مع جوزها 3 ايام في نفس البيت ومحدش لاحظ عليه حاجه. تقولي لي اكل وصلى وراح اشتري حاجه ساقعه ومارس، وراح قعد مع بنت عمه، وكان متعشى دايما بيصلي، وكان دايما بيصلي بيروح الجامع وكده، ولا مش فاضي ايه؟ وكان بيصلي كل جمعه، بيصلي كل جمعه. طب هو قتلهم ازاي؟ او الخبر وصل لكم ازاي؟ احنا الدخان اللي عرف عرفتوا ايه بقى؟ احكي لي كده. راحت شغلها المحاميه، ما حكت لك. طب قولي لي ادرى مني، لان هي كانت بتدمع عند ابن عمي ياسمين وعارف. طب كان دايما بيتخانق مع مامته من يوم ما باباته وافق؟ انا عن نفسي ما شفتوش اتخانق مع والدتي. طب انا عن نفسي دخلتي البيت بعد اللي حصل ده؟ لا ما دخلناش. طب ما حدش دخل البيت شاف ال ما حدش بقى، كانت النقطه جت والمباحث جت، ما حدش دخل، ما خلوش حد دخل. حكى لكم على المنظر. مين اصلا اللي حس بالقصه دي؟ يعني حس بتغيبهم من الجيران؟ في واحده من الاهالي قالت يا جماعه دي ريحه لحم بني ادمين بيتحرق، فعلا الكلام دوت؟ هي ريحه ايه فعلا؟ ما هي الصبيه اللي انت عارف، انت لو رحت البيت اللي على المصرف اللي قباله ده اهو، هي هتقول لك على كل حاجه. ام قطع من لان هي اللي اضرب فيها. يعني هي لها اشلاء من الراس؟ البيت هو على يمينك وانت طالعه هناك في الاخر، هتحودي حبه كده على الشارع ده؟ بعد الشرب، بعد التربه. مين اللي اكتشف الجريمه؟ مين؟ هي شمت الريحه بقالها 3 ايام شمها. الصبيه اسمها ام فريده. نروح له يقول لك ده حبه زباله انا كبيبه، ما حدش يشغل دماغه هو. ففي الاخر قالت له، لا اتصلت على ابن عمه وقالت له لا يا ابني تعالى شوف لنا الريحه دي فيها ايه او النار دي فيها ايه، احنا مش عارفين نقعدوا من كتر الريحه، الريحه مش طبيعيه، تعالى شوف الريحه. قال لها طب حاضر انا جاي. راح جه ما لقاهوش، فتح الباب ودخل لقى النار مولعه والعظم فيه. عظم واللحم بقى. اللحم بقى الله اعلم. اللحم بقول لك البرح، اللحم ما كانش موجود. المباحث لقوه في الثلاجه. اللحم ايه لقوه فين؟ في الثلاجه، في اكياس. اللي هو الواد قطعهم عبوهم في اكياس كده، قطعهم وعبوهم في اكياس في الفريزر كمان. انتوا بتقولوا كان ساوي وكان بينزل وسلام عليكم وكل الناس. محترم جدا، مش عارفه انا بقول لك يعني محترم، بس ما كانش باين عليه اللي هو مثلا عقله على قدنه ولا حاجه كده. لا ده عقله حلو واعي. السلام ده محامي يعني مش مريض؟ لا يعني بيتعامل عادي. هو كويس ودماغه كويس. سلام عليكم وعد محترم، مفيهوش اي حاجه. عنده 29. هو فصل اللي يفكر التفكير ده يبقى في حاجه. هو فصل اللحم عن العظم، فصل اللحم عن العظم وحط اللحم في الثلاجه. لقوم في كيس ليله البارح. امال كان بيحرق ايه بقى؟ كان بيحرق الجمجمه، العظم والدماغ. يشف العظم، الكلام كان جنب العظم واللحوم. ازاي شف اللحم في الثلاجه فوق في البيت وهو عامل الدماغ في الزريب اللي هو يعني بيحاول يولع في الجماجم وجنبهم الكلاب كمان. لقوا كم جمجمه من 3؟ لا لا كل 2. بقول 3 2 ولقوا قفص. خالو كان هنا. لا تعالى قول، تعالى قول، تعالى قول. لقوا 2 وقفص. لقوا 2؟ 2 وقفص. دخلت المكان؟ دخلت البيت لقيت دم على الارض، سكينه محطوطه على كرسي وحاجه ساقعه والدم مليان في كل حته. دماء في الطرقات. كان بيشرب حاجه ساقعه؟ انت كنت بتتعامل معاه؟ لا هو مش من هنا. شفته بعد ما عمل كده؟ لا مش من هنا اصلا، اسكندريه بس جاي فتره صغيره هنا كده. يعني احنا نسيت الكل بس عشان الناس تبقى انت في يعني تبقى فاهمه الواقع مشت ازاي بترتيب، عشان ما نرضوا ان احنا ما نجيبكيش ونطول عليك. الواقعه انت بتقولي ان هي كانت يوم
يوم الخميس للفجر الجمعه فجر الجمعه تمام كده الدخنه طالعه من اليوم ده فعلا تمام وانتوا رحتوا له قلت له ايه اللي بيولع الريحه قلنا له في ريحه في دخنه طالعه من عندك في ايه يا ابني قال لك ده حبه زباله مولع فوق ما حدش يشغل دماغه انتوا كنتوا شاكين ان هما ان دي ريحه بني ادمين او لا احنا ما شكناش بقى في الاول كده في اول الدخنه كده ما حدش شك في حاجه احنا قلنا ده هي بتخبز بس منها من عادتها بتقوم بدري تخبز وتخلص نفسها بدري وكده هي كانت معتاده ان هي تصحى بدري وتعمل كده تعمل حاجتها بدري وتشتغل بدري وتخلص حاجتها عشان وراها غيطها وراها حاجتها فمن العاده اللي احنا قلنا ده بتخبز او حاجه زي كده هي انا ما شفتهاش بجد انا جينا ايه طبعا انتوا مش شكيتوش ان المنتهى راح يصلي الجمعه ايوه شكناش في حاجه يعني اتمم وراح صلى الجمعه متعامل مع الناس عادي كطبيعي ماشي طبيعي وعامل اللي عمله ماشي طبيعي زي لما وبعدين بقى ايه اللي حصل ايه انت تقولي لي لما سمع خطبه في الجمعه كانت بتتكلم عن الاكل والكبائر بقول لك اعمل على دماغه كده عمل ازاي يا حاجه كده ليه بقى لما سمع الكلام عن الاكل تمام بس هو عمله حط ايده على دماغه الناس بتقول الشباب اللي كان هناك تمام وبعدها بقى يعني هو روح بيته عادي مفيش مشكله واشترى حاجه ساقعه وروح البارح العادي البارح واخد حاجه سبعه وعادي خالص خد حاجه ساقعه وروح البيت عادي خالص واربع باكو بس بيقول لك هم واكلينهم هو واكلهم ورمي الورق بتاعهم في الشارع طب هو عمل كل ده ليه؟ في كلام بيتقال عن ان يعني خلافات بسبب الورث ده بس هو الورث ايه بقى القصه لما خد الورثه طب هو حد واخد وانفصل وعايش عيشه لوحده بس ما حدش يعرف الله اعلم تمام وبعد بقى خد الحاجه الساعه والبسكوت وبعد ما خد الحاجه الساعه والبسكوت وروح البيت إيه راح الشين راح الشين يعمل ايه جاب شكرتين جيبس تمام تمام وبعدين بقى ايه اللي حصل بعد كده حد رن عليه بيقول له انت فين قال له هو انت عرفته وجي سايب العربيه لمخضه بالحماره بعيد هناك يا من بعيد كده بعيد عن البيت يامي وجيه ماشي تمام وبعدين بقى ايه اللي حصل بعد كده يعني جه لحد هنا بعد ما بحج جد انت قلت لي ان في حد من واد عمه اخته كان جاي لها جواب تعيين هما بيرنوا عليهم هم محدش فيهم بيرد في التعيين على التليفون بعتوا ابن عمه صح كده او ابن خاله ابن خاله بقى طبعا جه عشان ايه جاله هنا يتكلم معاه ما ردش على حين جي الواد ده اللي هو بالتعيين التليفون لخاله الواد برضه لخاله بيقول لك ما ردش عليا حين على ما جه هنا لقى عيال عم واقفين جبالك قدام البيت بقى وقال لك ايه ده موت ولقاهم كلهم في الزريبه بقى جوه كده لقاهم عارفين بقى اللي حصل يعني هو ده لحد هنا ومشي بقى هرب بعد كده بقى اختفى الواد ما جاش لحد تمام الجثث بقى لما انتوا حد شاف الجثث بقى او انتوا اللي سمعتوه يعني اللي انتوا شفتوه ايه في الجثث ايه اللي انتوا شفتيه يا حاج والله ما دخلش اللي انتوا سمعتوه طب دخلنا مع النقطه ساعه ما جه دخلت هو ايه عظم اللي جناه في النار ثلاث حتت عظم في النار بس هو ده اللي احنا شفناه وحلل محطوطه كده وجزاز سبري رش بتاع فيليت ومش عارفه ايه وحاجات من دي الراس فين كنتوا متوقعين الراس فين كنتوا متوقعين انه ممكن يعمل في والدته واخواته كده لا طب ايه قصه الورث دي اللي يعمل عليها المشاكل دي كلها معرفش والله حد عن الورث طب هل هو كان مهتز نفسيا كان بيعاني من اي مرض نفسي خلال الفتره الاخيره لا 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 يعني كان عائله بيتعامل معاه طبيعي ما فيش منه اي خلل نفسي في التعامل لا لا طبيعي 100% تمام مفيش اي حاجه جاب شجرتين اسمن جبس عملت راحه لدرجه ما يطمع ودي جابهم منين؟ مشين اشتراهم من يعني في ناس قال لكم يعني حد خليك بس معاك كده احنا عايزين نعرف منك الواقع طب ماشي كمل لنا حاجه اعتبرك ان انا حكيت يا سيدي انا مش هحكي تاني معلش طب كمل لنا وبعدين عقلاء القريه ايه اللي حصل؟ راح جاب شجرتين جبس ودي فبنت عم المحاميه لما اخوها قال لها انا اتصلت بالحكومه عشان الواد موت اخواته المحامي راح متصل عليه انت فين يا نابل يا عرس يا وسخ تمام قال لها انت عرفتي قالت لي قال لها السلام عليكم خد بعضه وجري ساب العربيه واتكل على الله بقى شايل الجبس وجري ايوه ساب كل حاجه ومشى قتلهم ازاي ما نعرفوش طب اللي انتوا شفتوه ايه اللي احنا شفناه ان الدخان والناس كانت جاري دخان وبلغت الحكومه قعد 3 ايام مولع فيهم فعلا ده من يوم الخميس لحد امبارح العصر كانت الدخان شغال ايه اللي حصل يا حاج وانتوا اتحركتوا ازاي كأهل البلد هنا وخاصه ان انتوا عزبه يعني عزبه واحده كلكم انساب لبعض اتحركنا لما لقينا لما لقيت حد بيجري رحت لقيت ابن عمه وقعد هناك وخلاص قال انا بلغت الحكومه اللي هو ابن خالك
طب ايه الخلافات اللي تدفعه ان هو يولع يقتل؟ مفيش اي خلافات، هو عايش طبيعي خالص ويكلم الناس و100 100. هل كان هو بيتكلم مع الدكتور عشان تقولوا اضطرابات نفسيه؟ ايه القصه دي؟ ايه القصه دي؟ ايه القصه بتاعت ان هو كله بيقول لا لا على اسرته على والدته؟ هل هددها؟ علاقته بيهم ايه؟ لا ما اعرفش الحاجات دي، لان ما هم ما لهمش اختلاط باي حد. يعني ما كانش في خلاف ما بينهم قبل كده؟ ما اعرفش. ما كنتش بتسمع مثلا خلافات بيعتدي عليهم اي مشاكل ما بينهم؟ هم منعزلين لوحدهم. يعني في اقوال بتقول ان هو منعزلين. اه بس انتوا يعني كان بيقول ان في اقوال بتقول ان هو بيمسك لوالدته السكينه. ما اعرفش، هم كانوا منعزلين عن الناس. يعني طبيعته بيكم كاهل البلد ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بيقول انه حضر خطبه الجمعه ومشارك حاجه صلى معانا الجمعه. صلى معاك الجمعه؟ شفته بقى كان بيعمل ايه؟ احكي لي بقى تفاصيل صلاته في الجمعه وهو بعد كده. الشيخ اللي بقى الجمعه دوت هو شاف ده احكي له هو شاف. تعالى بقول لنا يعني احكي لنا كده ايه اللي حصل. صلى ازاي؟ انت شفته؟ انت شفته؟ اما انت قلت له على الجات له راح عامل ايه؟ تعالى اقعد هنا واستاذن. عمل ايه في صلاه الجمعه؟ يعني القاتل كان بيصلي عادي بعد ما اتجرمته وحرك شوارع البلد. صلى الجمعه معانا عادي وحرك عادي والامور طبيعيه. والسبت كان عادي طبيعي خالص والحد امبارح في شويه حاجه. ساعه الخطبه عمل ايه؟ الخطبه كانت بتتكلم عن القتل والجرايم وحرمه الدماء وحرمه الدماء والاعراض كده. هل فعلا لما سمع حرمه الدماء لطم على وشه اثناء الصلاه؟ حط ايده على راسه. حط ايده على راسه. عمل ازاي؟ صف لي المشهد ده. يعني عمل ازاي؟ عمل كده يعني. زي ما يكون اتعامل عامله وندمان عليها، صح كده؟ ندم يعني. حركته دي انت شايفها ان هي زي الندم؟ ندم على اللي عمله؟ لا ده من هول. الدافع لارتكاب الجريمه تعتقد؟ يعني اعتقد ان نفسه مش كويس، عنده هزه نفسيه مثلا دفعته لارتكاب نفسي. ولا ممكن يكون البعض بيقول ان في خلافات ماليه ميراث ما بينه وما بين اخواته؟ ما اعتقدش. تقصد يعني ان عنده حقد تجاه اهله؟ ايوه بس لا غيره من الاخوات. حقد؟ هو حاسس ان ابوه ظلمه يعني في الورث ومش عارف بس يعني. هو خد الورث ده يعني. بقول لك ان ابوه مات. ازاي ابوه ظلمه في الورث؟ ازاي ابوه هو يعني حاسس ان ابوه ظلمه؟ هو حاسس كده. هو عنده احساس. ليه بقى عامل هو عنده احساس ان ابوه ظلمه بس خلاص. النهارده كنت بشير واحد زميله قابلني قال له امه ضهيت ما جوزتهوش، ده انا زميله ومعايا اثنين امه ما جوزتهوش، لان ممكن لو جوزته كان امر اتغير عن كده. طب بقول لك يعني سبب ان هو ما اتجوزش يعني ده واحد ده الناس بتتكلم يعني ده واحد بقول لك ان والده اصلا مات بسبب الواد ده. ان والده مات بسبب ال كان زعلان منه يعني. بيقول لك ان هو كان بيحب واحده مغربيه تقريبا او واحده من بره، وغصب على ابوه ان هو يجيب له فلوس عشان يجوزها. يا عم ده ابوه ميت وسايب له 200,000 جنيه باسمه. بس ازاي ابوه غصب عليه؟ لا هو الواد اللي كان بيغصب على ابوه. الواد اللي كان بيضغط على ابوه. بيضغط على ابوه عشان يتجوز يعني؟ عشان يجوزه. وابوه قال له ما ابوه كان عايز يجوزها. واداله 200,000 جنيه قال له روح اتجوز. الاب ما كانش بيفرق خالص في المعامله يعني. الحقد يعمل كل حاجه. طب بيحقد ليه وهو واخد كل ورثه واخد كل حاجه؟ انا عارف واخد كل حاجه. وخصوصا كمان ان والدته كانت بتساعده في كان معنا قاعدين بناكل ونشربه بالعافيه وعايشين والحمد لله. كانت علاقتكم بالحاجه بدريه رحمه الله عليها طبيعيه خالص؟ الست دي بيقولوا كانت غلبانه وشقيانه كانت متقطعه حتت من الشجر. بعد ما كانت ايه؟ كانت متبهدله من الشجره يعني ما كانتش متربطه. اخر مره شفتها امتى؟ اخر مره انا شفتها من اسبوع. طب ما كانش في بالكم حد مثلا يسال عليها يقول دي مختفيه مش ظاهره لا هي ولا ما حدش بيسال عن حد. ليه؟ لان احنا شايفين بعض يوميا. يعني كل ساعه اشوفك. بس اختفائهم عده ايام ده ما اثرش ريبه جواكم يعني؟ لا طبيعي. ممكن تكون طلعت عند اخوها عند اختها. بس برضك يعني ما استغربتوش كاهل البلد؟ ما حدش استغرب لان الثلاث ايام دخنه طالعه من منزل ما حدش راح قال له انت بتعمل ايه؟ اللي انت بتلاقيه جاب لك يقول لك انا مولح ما اعرفش انت عاوز ايه انت؟ ابن عمه في روحه ما حسش بيه. خلي بالك دلوقتي وانا معدي على البيت هو والده متوفي من قد ايه؟ ميت في حادثه عربيه برضه. ابوه ميت في حادثه عربيه؟ كلمني كده ساعه وفاه والده كان رد فعله ايه؟ عادي خالص. كان عادي. اي ابن لما يعني دلوقتي يعني اي عيل مثلا لو هو كويس هيبقى زعلان؟ ما كانش زعلان. الريحه صعبه قوي على فكره. عادي خالص. شميته الريحه؟ عادي شميته الريحه. كل الناس بشمت الريحه. بس واحد بيقول لك مولح في الزباله هتعمل له ايه؟ يعني حاجه دلوقتي يعني اللي كلمه يقول انا مولع في الزباله بس خلاص. انت طب انتوا دخلتوا جوه شفتوا في المنزل؟ ابن عمه اللي دخل. لما بلغوا البيت دلوقتي. طب وصل لكم الكلام ايه؟ ابن عمه والحكومه اللي دخلوا البيت دلوقتي مقفوله حاجه صح؟ لكن النار لسه شغاله في الدريبه اللي بره. ايوه.
يعني دلوقتي حاجة يعني الريحه كانت جامده جدا لدرجه ان احنا واحنا معديين دلوقتي شمينا الريحه. أيوة. ريحه صعبه قوي. مفيش يعني طبعا الجريمه اللي هو عملها ما تجيش مخيله اي حد انها تبتكر. محدش يجي في باله انه ممكن يعمل حاجه زي كده. انتوا مثلا هو انت لما تسال صاحب البيت وتقول له في دخان يقول لك انا ملح جوز زباله، هتروح تضربه وتخش البيت؟ لا طبعا. بس خلاص انا مولح في الزباله خلاص. طب انا مولح في الزباله وبرده اختفاء اخوه وامه واخته. ما احنا مش هندور بقى. انت ممكن تكون هي ما بتقبلش خالص ولا اخوه بيبانوا هم ناس في حد ما بيبانوش. هي منكشه رساله الدكتوراه بقى لها اسبوع. اخته؟ ايوه اخته لسه منكشه. منكشه رساله الدكتوراه بقى الدكتوراه بقى لها اسبوع. ماجستير. لا اله الا الله. كان بيغير منها؟ كان بيغير منها؟ ما اعرفش. كان بيغير منها؟ هو محامي. حاجه بينهم بعض سكون مختفيتين محدش بيخش منهم. محدش بيخش منهم. كانت اسره متفككه. هو ابن خالي بس انا بقالي 20 سنه ما دخلتش البيت. ابن خالك؟ اي. ليه ما دخلتش البيت بقالك 20 سنه؟ يا سيدي ناس منكفره على نفسها. هتروح تطفل عليهم؟ ما ينفعش. اسره متفككه. بيقولوا ان اللي يعني اللي هي امنيه اللي هي توفت كان جاي لها جواب تعيين ان هي تشتغل معيده. هي كانت معيده يا عم الحاج المنكر. ايوه. كانت معيدة وهي تعين في الكلية. هتقدم في الدكتوراه. والصغير اللي كان في الجيش. هيطلع بعد شهرين. ده كان هيطلع ولا كان طالع وخلاص؟ كان فاضل له شهر ولا اثنين. في كلية هندسة. ده طالع من ايه؟ طلع؟ ايوه. كان طالع من الجيش. شاب لسه في مقتبل عمره هيتجوز هيتجهز عشان يتجوز نفسه. كان طيب جدا محمود. اللي عمل كده يعني حقد واحد يخليه يقتل اخواته وفي الاخر يروح يصلي الجمعه. مشاهدي موقع تحيا مصر، احنا كنا بنتابع وبنرصد مع حضراتكم شهود العيان والجيران في وقاعه مقتل اسره بالكامل على يد احد افرادها. الاخ الاكبر وهو يعمل محامي قتل الام وقتل الاخت وقتل الاخ، طبعا جريمه بشعه. قتلهم ذبحهم وقام بتقطعهم عده اجزاء صغيره وقام باشعال النيران فيهم بهدف التخلص منهم. طبعا الواقعه اللي حصلت في احدى قرى مركز أطور بمحافظة الغربية، وقعة اللي أثارت اهتمام الرأي العام والوقعة الصعبة المأساوية الحقيقة اللي لم تتكرر كثيرا. بشكركم جدا وإلى اللقاء. لما ده مش هابل ده بيعمل كل شيء شاف مصلحته. يعني عمل كل ده وراح سال الارض عايش عادي يعني كانه عملش حاجه. واخد بيبسي امبارح وشارب ومظبط. طب اما سالته على ريحه الدخان احنا ما سالناهوش. هو كان هنا اساسا عشان نسالوه. الناس اللي حواليه منهم عند كل بيسالوه. قال لهم ايه؟ الناس اللي عيال صغننه والناس اللي بتشم الريحه بيسالوه. واحد مولح في الزباله هتعمل له ايه؟ ما تقدرش تخش عليه. بيقول انا مولعت الزباله ما فيش رد فعل يعني. ما فيش رد فعل. بيقولوا ان هو قطع الجثث لقطع صغيره وحطهم في اكياس وحطهم في التلاجه. المباحث لما جت وشافت المباحث اللي جالت مش احنا اللي قلنا ده الكلام اللي اتقال فعلا. الكلام اللي اتقال امبارح لقوا الروس بتاعته. جمادي لقوا جمادي في لا بس يعني قطع منها ياما محروقه يعني حتت منها صغيره وهم عارفوا اللي هي جمادي ثلاثه متأكد ان هم هم بيقولوا لابو شنيور جنب الجثه جنب شنيور ايوه جنب الجثه وحاجات زي كده جنب المحرقه اللي هي دي الوسائل بقى اللي هو اشتغلها. رماهم وهو حرقهم جنب الكلاب كانت بتاكل فيهم. انا ما شفتش الكلاب كانت متعصى دم. الايه؟ الكلاب كانت متعصى دم. الكلاب كانت كان بتاكل من لحمهم؟ كان بيرمي حتت. دخلت انت دخلت شفت؟ انا ما دخلتش بس كان بيقول بيرمي حتت للكلاب عشان كان في تحتيه عضمين. كان في تحتيه عضمين. تمام برضو ايه الكلام اللي اتقال؟ تاني. انا كنت ببص في العربيه اللي هو جاي منها كان جايب بتاع لقيت يعني مثلا يكون ميه نار مكبوبه كده يمكن حد كان بيتاكد اللي هو بنزين ولا ميه نار كان بيحرق في العربيه لقاها بتغلي كده جاب ده ميه نار كان جايب ميه نار معاه في العربيه كان جايب ميه نار معاه في العربيه يعني كان بيولع فيهم بميه نار. الطفره اللي جوه ايه من 100 النار كانت في الارضيه عند هو شاع جاب بنزين بسبع ثمان جنيه. بنزين كمان بنزين كمان كم ازازه؟ كم ازازه؟ شاع مع الناس اللي معاك ده ازازه بنزين وانت جاي. اشكركم جدا متابعي موقع تحيا مصر كده وصلنا لختام اللايف بشكركم والى اللقاء.